الخير. أخبار الطلاب كلها، تحركات داخل الأكاديمية، مواقف، تصريحات وتفاعل مع كل المواضيع بتتابعوها بحلقتنا من يوميات ستار أكاديمي، الموعد الثابت لكل شيء حابين تعرفوه عن الطلاب. بداية حلقتنا الليلة مع زيارة الأستاذ توني البيع للطلاب لصف جديد من الغناء، وهالمرة كان حول الإيقاع. يعطيكم العافية على كل شيء. ايه يا سعد حبيبي، صباحو بوجور. بدكم تعرفوا انه بالموسيقى في شيء اسمه مقام، وهالمقام هو على طول مؤلف من 8 نوتات، يعني اذا بدي اقول دو ري مي فا سول لا سي دو، من الدو للدو مقسومين 2 ب2، دو ري مي فا سول لا سي دو. هذا بالاجمال يعني، مشان ما نفوت كثير تفاصيل وتتعبوا. قوم جيب الدربكه وعط حدي هون. مرات قوم بلش الامر، مرات احسن من بلش في دربك تاني. يلا قوم قوم. ليك شو بدك؟ هو بينعمل كثير ايقاعات عليه، بس انا بدي اوحد الفكره. اوكي سو بدي اذا عندكم فكره تانية ما عندي مشكل، بس بالاول خلينا نقول فكرتي ومنشوف. يعني بلاس ترا لا سي دو سي لا سول لا سول فا فا مي ري دو لا سي دو سي لا سول لا سول فا مي فا مي ري دو ري فا مي ري دو سي دو ري مي فا دو فا سول فا سول فا مي ري مي فا مي فا مي ري دو ري فا مي ري دو سي دو ري مي فا سول فا سول فا مي ري مي فا مي فا مي ري دو ري فا مي ري دو سي دو موسيقى من الصف رأس شرقي هلا حاليا، يعني ما حدا رح يقسم لك هون بالراس. نعرف اثنين وصول سريع ولا مرة معي والشباب، وبس نوصل على مرحلة الدوم تاك تاك دوم تاك، ما تغنوا، اسمعوني أنا كيف عم بقوله، بس أنتوا ضربوا الإيقاع، يعني دو فا أوكي؟ بعتقد تعبتوا انف لليوم. احنا صفيت صحتوا. ميرسي. بهنيكم على كل شيء صار. ميرسي. وي لوك فورورد انه يكون كمان ان شاء الله برايم جي حلو بكل اشكاله. الورقه ما تضيعوها، ودجا انا معي ورق زياده. يعطيكم العافيه. اوكي ميرسي برافو. غنى شرقي. اتصال بين سهيلة وصديقتها وضح كثير من الامور، فليش اعتذرت سهيلة من بعد الاتصال؟ الو عمري حبيبتي قلبي عقلي اختي تعشق بالذات ايناس بحبك 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 بالذات وقلبي مخور عليك بحبك تعشق بالذات ما تبكيش يا ايناس ما يزالي بخير وكل عام وانت بخير واني توجور نتبع فيكم مش راح نخليك ولا دقيقه وصلت سوء تفاهم امك حبت تقول لك انيس قالت لك ايناس اوكي باه تحطي في بالك ما كان والو
خلعت انا ما كان والو حتى انيس والله سوء تفاهم بارك مسكين والله سوء تفاهم وقعد مع زملائك وكل وما يحبوك خليتي مليح واخد لي ايفال مهول اوكي حبيبتي اوكي مسكينه صديقتي طلبت مني ان نوضح شيء ماما فهمت شيء غلط مثل ما فهموا الناس عن صديقي أنيس ومثل ما فهموا معظم أصدقائي في الأكاديمية أنه أنا تعمدت أنه أتغلط في الإيفال تاعه وهو ما كانش يقصد هذا الشيء قال أنه وطأت شوية الطبقة وممكن غلطت هذا الشيء بس مش عن قصده هو ثاني ما قصدش أنه أنا عملتها عمدا كل سوء تفاهم إيناس نحبك بزاف وما راحش ننساك طالعة من بيت أبوها رايحة البيت هاي مدة تجربة بكرة لما بعد دفشة بكرة بحكي ما تضربني بكرة بتحكي أمك وأنا بحكي أمي أنا عن جد بدي أحكي أمي وأنا بحكي هذا عن جد بدي أحكي خلص عاد غير ديت بدك فيش ناقص كتير خذ ديت هذا سويت بعيد بكرة ولك بكرة طلع هيك بسرعة لازم ناخذ باور من بعض انت خلص يا حلال رجعتيني بنصتي صارت اكبر مني يا الله قوم خبطك تحت خلص خلص قبيض طب لا خلص بليز عم توجعيني بس اللي تعرف اسمك عم توجعيني والله عم توجعيني بدي بكره تعرف قلي ما تجي يا اختي بكره بتقلك الا على الكاميرا الا لا معقول مش معقول مستحيل بدي اضربها مستحيل مرت عينك شفتيها خلص هيك صار هيك شو يعني ليك البياض ليك الفرق هيك طيب يلا اضربلي يلا حلال اضربلي يلا 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 اضرب اضرب بتعرف تضرب البنات انت رجال يلا اضرب اضرب يلا يلا ولا لا اقتله تقتلني وقت تكون هيك مخنوق وتعبان وتتعب عشو بتتعب عشو مبارك يا الله يا لبيان طب تعال جيب السيدي لك ايدك دير تقيلة مش خفيفة يعني جيب السيدي يا صنطي يا معذبني يا معذبني اي سيدي عندك انت سيدي؟ بريك اول بحلقه الليله وبنرجع بعده للاخبار بما أنه الطلاب رح يكونوا ثلاثة هالمرة بالإيفال كان لابد من محمد عباس ومحمد سعد أنه يتصلوا بدينا الموجودة بإزمير حتى يضعوها بجو الامتحان لأنه ما رح يكون عندها الوقت الكافي للتمرين من بعد رجعتها ألو 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 إيه دودو عاملة إيه؟ بدي اسمعك اخبارك ايه وحشاني كتير انت كله تمام سلم عليك تمام اول سعد بيسلم عليكي الله يسلمك سلمي عليه الله ان شاء الله باذن الله بكره لما توصلي بالسلامه كده احنا ظبطنا موضوع الايفال وطبعا ايا دنيا انت حافظاها تمام صح مية. طيب خلاص يعني هتبقى عامه الاغنيه اللي انت هتغنيها وبكره انت لما توصليها هعرفك يعني احنا هنحضر كل حاجه بحيث ان انت ما توصليش عشان عارف انك هتوصلي متاخر هنقول لك بالظبط هتعملي ايه يعني هنقول لك الحاجات اللي انت هتعمليها
وكده كده الاغنيه اللي انت هتغنيها دي يعني اللي هي يا دنيا دي اعتقد انت حافظاها فمش محتاجه انك تتمرني عليها يعني. لا لا حافظاها 100%. خلاص بس انا اللي طالبه بس منك دلوقتي قولي لي على الاقل مبدئيا ممكن تقوليها منين؟ اقولها منين؟ اه طبعا دو. اوكي ميرسي. انت اهم حاجه كله تمام ومبسوطه؟ ايه انت مبسوطه اهم حاجه كله تمام؟ اه اه الحمد لله حبيبي توصلي بالسلامه ان شاء الله. خدي سعد يسلم عليك اهو. يلا يا دودة. الو يا دودة حبيبتي. سعد ازيك حبيبي؟ وحشاني والله. انت كمان والله. انت كويسه؟ الحمد لله. عيش بقى حياتك كده واستمتعي الفتره دي اليوم ده فاضل لك شويه صغيرين. شكرا. ما تنسوا مشاهدينا تتواصلوا مع الطلاب عبر فيسبوك وتويتر وتودوا رسائل لطلبكم المفضل. بتي زارت الطلاب لتقدم لهم صف جديد للمسرح. مرحبا. كيفك؟ كيفكن؟ هاي. كيفنا؟ مسيو. ولا مسيو أنا كمان. شو أخباركم؟ مسيو يعني. مسيو يعني مسيو. مسيو حبيبي مسيو يعني يعني ما قال لي مسيو قال لي مسيو. اوكي اوكي. هو متعود ينطقها غلط هيك انتظرت مسيو يعني استاذ سيدي مسيو مسيو وحشتني مسيو وحشتني يلا انيس اوكي بدي حدا منكم ببلش بجملة أنيس بتوجه لها جملة تختار الجملة اللي بدك إياها بس أنا ما بدي أعرف شو هي الجملة. أوكي حنان بدك تجاوبي بس لتجاوبي بتاخدي كلمة من الجملة يعني بتختاري كلمة من الجملة بتبلشي فيها. حبيت الشي اللي عملته؟ حبيته بالزاف. وبتشرب؟ ما شربش؟ أكيد ما شرب. لما بحكيك أنا ما تشربش. لما بحكيك أنا ما تشربش. لا نشرب. إيه نشرب خلاص خلاص. خلص 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 شو خلص اوكي يلا عندي 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 شغل انا اه بعدين احكي معك. عندك شغل عندي شغل بعدين احكي معك بس مره ثانيه اجي احكي معك ما تقلي عندك شغل بتعرف ايش شو في الشغل بيني وبينك يعني انت الخيار بسيط انت لسه زعلانه مني زعلانه وبس كثير مقهوره منك بس انا عايز اعرف انت ليه لسه زعلانه زعلانه لانه اللي عملته شيء كتير بيزعل كتير ما تفضل امتى بقى زعلانه هفضل سهيل العشاء بليز سهيل العشاء سهيل العشاء العشاء جيب العشاء سهيلة العشاء سهيلة العشاء سمعت كم مرة سمعتها أنا سهيلة العشاء إيه كل ما نكون راح المرأة اللي بتعدي لي أحوش بيك فليش عصام خليني كمان الفيلم تبعي تضحك جيب العشاء ما كاش العشاء حنتفرج العشاء غير كل شيء العشاء العشاء راح تبقى لي طول الليل العشاء راح تاكل دركا راح تاكل بس بدي اقول لكم شغله شفتوا وين العشاء او سهيلة وين العشاء قديش طلع لنا بوسيبيليتي يعني بس يعني هيدا تمرين بسيط بس تفرجوكم انه جملتين بالمسرح قديش بيعطونا possibility situation يعني كم كم حالة من جملتين
بس مش أكتر. يلا thank you. باي. كيف عملت أنت وسعد؟ احضري باي لا ورا أصبر عارف. وحيات انا ستاند بترقص احسن مني ليك شوف ليه؟ ستاند بترقص احسن مني ماي دور ايش كيف يعني انا ما برقص منيح؟ ولا؟ وانت ما سبي سبب ليش انا بدك واحد حاجة تشيل يلا رافائيل تشيل 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 علي علي الصوت شوي هيك حنان هيك هيك اوبا ما قلت لي هالرقصة يا شريف شوف شوف يلا 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 علينا شيء بس ما نجرب صغير وبنرجع من بعده لاخر اخبارنا. منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. ما تنسوا مشاهدينا تشاركوا بمسابقات سي بي سي حتى تربحوا سفرة على بيروت وتشاهدوا البرايم مباشرة من المسرح وتكونوا حد الطلاب. ادخلوا على www.cbc-eg.com وشاركوا بالمسابقة. حان وقت الامتحان، اللحظة يلي بخافوا منها كتير الطلاب لأنه بتحدد مصيرهم بالأكاديمية. فكيف كان أدائهم بالإيفال هالأسبوع؟ غنى حلو مثل العادة ولكن في شغلة مش عم ينتبه لها الميكرو كان كتير أوطى من ما لازم يكون وهذا الشيء كبس له شوي النفس غير له بوزيسيون رقبة
افتكر بمطرح هيك كان حاسس هو انه النفس كان مش عم بيلبي مزبوط، بس هذا الشيء ما اثر على صوته. عاده صوته اعلى واكبر واحلى، عطانا شوي لانه هلا هن مثل ما عم بيقولوا عم بيخبوا صواتهم بهالنوع التمثيل. الحب ما يجيش بالمال وقلوب العاشقين ليه يميلوا غنيت بالصوت يلي كانت عم تحكي فيه وقت كانت عم بتقلد انه هي شاب مش بنت، كنت بفضل اوقات بالغنيه تعطيني شوي من هيدا الصوت اللي هو التشست فويس يلي هو الصوت العريض بيقدر يقرب على الصوت يلي نحن عم ننبش عليه عنده. سهيلة عندها مشكله، اخذت صوت مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي، اخذت صوت الشاب لما بدها تعمل شاب صار يلعب الفيبراتو بصوته، صار ما بقى في ريزونانس، صار في فيبراتو. الفيبراتو بيأذي كتير الصوت لأنه بيكون بين الزلعيم وبين صوت الراس، هيدا خطير وممنوع بالغناء. على عين مولايتين واثناعش مولاية جسر العديد نقطع وندوسر الناية مشواري مشيت الصباح ومشيت طال. غنت حلو، غنت ستيل بيلبق لها، عرفت شو غنت. المغنى حلو، الباور بالصوت كان منيح، صوتها عم يطلع اكثر، عم تقدر تفرجينا طاقاتها اكثر خصوصا بالاغاني اللي هي بتكون هيك مرتاحه فيهم ومعوده عليهم. كثير عجبتني شانتال، صوت الصدر بقى مبين كثير منيح، عم تعطي كثير منيح، وبعد في شغل انا وياها بصفوف لصوت الراس تيكون متناسق مع صوت الصدر. رحت على البحر لا اطرح شباكي لقيت المتابع تابع تابع رحت على البحر لا اطرح شباكي لقيت الموج شي ضاحك شباكي اسألت موجي قلت له شو باكي قالت لي مفارقه اغلى الاحباب. رافائيل عنده قدرات تمثيليه واضحه، رافائيل شخص يعني رح يبرع بتصور بالاداء التمثيلي والغنائي، يعني بكره بيجي انا بالنسبه لي عنده طريق بالاستعراض او المسرح التمثيلي الكوميدي، يعني بيجي عروضات من هالنوع. رافائيل انه كمان عمل الموال عقده، يعني ما تفلسف فيه زياده تمشان يبين القصص اللي مش كتير ظابطه او نقاط الضعف، بالعكس غنى الاشياء يلي بتلبق له بطريقه معينه. الأماكن كلها مشتاقة لك والعيون اللي نرسم فيها خيالك. بما أني أنا ما عم بحكي على الصوت ما رح أحكي، بس أنا أكرر إعجابي بهايدي بهالصوت الحلو، هالصوت اللي عنده حضور، لان انا اؤمن انه الفنان عنده كاركتير والصوت عنده كاركتير، يعني صوته عنده حضور. لازم تنتبه هايدي على صوتها لانه عندها صوت كتير حلو وكتير كبير ولازم تقدر تحافظ عليها. انا مش خايفه عليها هلا، انا خايفه عليها على المدى البعيد يبلش يتعب صوتها، سو لازم تركز شوي اكثر على التكنيك. وبعد شغل انه لازم اخر احرف بالكلمات وبالجمل لازم يكونوا واضحين اكثر. اشاع ودعتك صدق اشاع حكي العذال ما ينفع سماعه يودون ويجيبون حكي عن اللي يحبون. مرتضى غنى منيح، في مطرح كان في شويه تردد، رجع لحق حاله بعدين، وخصوصا كمان انه كان في
دعم من رفقاته سو ما عمل بانيك، هذا شيء كثير منيح. بعدنا مش عم بفهم هالتردد اللي بيعيشه مرتضى، انه اوكي بالبرايم بنقول ناس وعجقه وخوف ورهبه الكاميرا، طيب ما هلا هون نحن صار معود علينا، يعني هيدا تقريبا صرنا كذا مره عامل كذا ايفال، ومفروض جايه غنية حافظها كليا، ليه بده يتردد فيها وليه بده ينسى فيها وليه بده يكون خيفان؟ لا تضايقونا ترفي لا تضايقونا، لا خلوه يجني من حياته ثمرها. اوفر اول كنت بفضل الطبقه بالنسبه لمرتضى وعلي تكون اعلى شوي صغيره حتى يقدروا يظهروا صوتهم اكثر ويعملوا بروجكشن اكثر. انا اللي عجبني علي كان كثير، يعني ما بعرف النومينياسيون هزته وحسيته مرتاح اكثر، حكيه احسن، بس في شغله هو عم بيقدم الفرقه صار يطلع بالحيط فوق، هاي شغله ما منيحه، كان لازم يطلع فينا نحن كجوري. ايه بس اجمالا كان كثير حلو. على ذنبي اللي ما عملتوش بتعاي، على اسمي اللي ما اخترتوش وبتهن ياما وتوجع وبتقطم وبتقطع من اللي بيسوه ما يسوش. اجمالا التلاتة صوتهم كتير حلوة، بس اليوم ما سمعنا شي. ليه؟ لأنه أول شي الطبقات كانت واطية، لسوء الحظ اليوم كانوا أضعف من كل مرة. إذا بدي أحكي إداء أغنية بفضل، أنا ما عم أحكي على الصوت، بفضل محمد عباس على محمد سعد، لأنه محمد عباس بس دينا أو غيره عم بيغني على قليلة عم بيعمل حركة صغيرة عم بفوت بالميلودي. محمد سعد حسيته واقف بلوك ناطر يجي دوره. دمع على دمع قولوا لحبيبي اللي مشى بلا رجعة، هذه هي الدنيا. رح بلش بحنان. أول بارت غنته وقت اللي غنت هي عم بدق بالعود، اللي حبيته انه جربوا كثير يضيعوها ويعجقوها بس ما ظهرت عن الميلودي او عن النوتات، بقي المغنى تبعه لاستابل. حنان بتعرف اكثر صارت شو بيلبق له، وهيدا الشيء المنيح، لانه عم تغني الاغاني يلي بتبين صوتها باحسن صوره، مع انه في مطارح بيزحط منها، مع في مطارح بيفلت منها، ولكن عم تعرف تختار اللي بيناسبها ويلي ببينها بصوره افضل للناس. بريك ومن بعده مشاهدينا بنعرف مين هن النومينيز الثلاثة لهالأسبوع. مثل كل ليلة الثلاثة الأكاديمية بحل عليها الرعب، لأنه درة واصلة ومع أخبار مش حلوة كتير. تحدي الثلاثة عندي قوة، تحدي ثلاثة عندي. مين قدي إغارة مع درة الجبارة؟ القائدة درة وصلت، والمهم الليلة عاصفة النوميني. إغارة على كل طالب خالف النظام هالأسبوع، غارة على اللي خالف قوانين الطبقة والصوت وغارة على كل اللي تراجع وما كان قد التحدي. مسا الخير يا حلوين. ناطرين درة الجبارة، درة الليلة عند غارة ورح تقصف الجبهات بقوة وبحزم. اتحضروا منيح، صواريخ درة الفنية أرض جو رح تزلزل الأكاديمية الليلة. جاهزين؟ جاهزين. أوه.
أنيس بدك ما تواخذني، عم بستعمل طيارتك، بتعرف ما في مصاري، مشان هيك عم بستعير طيارتك تنفذ مهمتي. اوكي. شايفت لك إياها. شكرا أنيس. عفوقه عم تعمل لي مشاكل أنت ومبال، أنا بفرجيكم الليلة ما رح يطلع صوتكم. سهيلة ليش حستك خايفاني؟ سامعة دقات قلبك دم دك دم دك دم دك دم دم دك. إيقاع حلو. إن شاء الله ما تلحقك شي شظي الليلة، انتبهي خبي راسك. وإنت يا محمد سعد أمورين، شو عم بتفكر؟ الليلة مش عاجبني، قولك رح أقصف جبهتك وجيبك رهيني لعند درة. شو رأيك محمد عباس؟ أهلين. ليش كان في هيك شنط سفر وعم بتغني بالبرايم؟ لوين هربين؟ مفكر حالك تهرب من عقاب دردر؟ وبعدين مين هيدي يلي عم تغني لها؟ ليش مش أنا؟ أنا من شو بشكي؟ شو يا نسيم؟ تفضل. عم تغني ديو مع هايدي؟ علي قرا من مراسيلك، علي قرا. أنا رح أقول لك علي قرا الليلة، أنت وهايدي مش نسيت لكم إياها. شانتال وإيهاب، واحد منكم بيقول أنا ما رح تقصفني الليلة درة. اتطلعوا ببعض منيح. مين الأكيد بيناتكم؟ مين حاسس الليلة من هالليلة الحاسمة؟ رافائيل ومروان غنيتوا سوا؟ شو رأيكم تختبروا سوا دائرة الخطر؟ يلا. شو رأيكم إني أخطفكم اتنيناتكم الليلة؟ الليلة يا رافائيل بس تسمع النتيجة رح تختنق أكثر ما اختنقت، ومش رح يلحق يركض ليك مروان. حنان ومبال شرفوني وبيعرفوا القيمة، مين بتفضلوا إنه الدور يكون على مبال أو حنان؟ شو حنان؟ شو مبال؟ أقولكن رح يتكرر السيناريو؟ دينا يا دينا، أنا رح ريحك من هموم الأكاديمية، عندي إلك مفاجأة أهم من رحلة أزمير. رح فرجيكم نجوم الظهر بليالي الأكاديمية. تعي لعندي ومنعمل مسلسل درة. شو كيم كارداشيان أحسن مني؟ علي ومرتضى، الليلة ليلتكم، ما رح فل قبل ما يكون واحد منكم معي. جهزوا لي حالكم، البسوا عليكم برد برا. أول شخص رح يكون له شرف يروح معي بكزدورة بالطيارة، أول نوميني محمد سعد. ثاني شخص رح يدب الشنطة ويرافقني برحلة فوق سطوح الأكاديمية، ثاني نوميني سهيلة. شخص رح ينضم لرحلة درة الهليكوبترية، مشوار رايحين مشوار مع درة من روح مشوار. ركزي يا درة. النومينات التالت هو مرتضى. مثل ما قلت لك، إذا النومينات التلاتة اللي هن محمد سعد، سهيلة، مرتضى.
درة قالت كلمتها ويا ويله اللي بيوقف بوجهي أو بيتحداني. درة هي دايماً مستعجلة وناطرتكم على الكوع. أول غلطة أول هفوة درة ويلكمز يو. اصبحوا على خير. منقول حظ موفق للطلاب الثلاثة، وانتو مشاهدينا ما تنسوا انه بتصويتكن واحد منهم بيرجع الأكاديمية. كيف صوتوا الأساتذة؟ منتابع سوا. بعد تقييمي لمرورهم بالبرايم وبالإيفال، النومينيه لإلي هالأسبوع هن مرتضى، محمد سعد وسهيلة. النومينيه بالنسبة لإلي هالأسبوع هن محمد سعد، مرتضى، سهيلة. النومينيه بالنسبة لإلي هيدا الأسبوع محمد سعد، علي ومرتضى. النومينيه بالنسبة لإلي هالأسبوع هن مرتضى، محمد سعد وسهيلة. النومينيه بالنسبة لإلي هالأسبوع هن مرتضى، محمد سعد وعلي. حلقتنا لليلة انتهت مشاهدينا، أنا بشكر متابعتكم وبنلتقي فيكم بكرة بحلقة جديدة. باي باي.